شغالة؟ نعم يا ماو. علقت اليوفط؟ علقتها كلها يا ماو. امال فين؟ انا مش شايف حاجة. انا علقتها في بيتنا يا ماو. يعني لما اجنبي يجيلي او سايح يجي من برا اوديه على بيتكو عشان يشوف اليافطة بتاعتي؟ معلش يا ماو ما خدتش بالي. ما خدتش بالك؟ طب اسحب منك وانت جاي دلوقتي. السلام عليكم يا حاج ارمر. عليكم السلام. خير؟ امك اتجوزت؟ لا. استراليا بتضرب في اليابان؟ لا. امريكا الشماليه بعت المسا للارمط من هناك؟ لا. امال في ايه؟ على حسب معلوماتي في زائر جاي من ايطاليا ثروته تعدي 98 مليون يورو جاي يشوف المناظر الطبيعيه في مصر. جاي امتى؟ على حسب معلوماتي الطياره على وصول. يعني نقول نص ساعه وكون مشرف؟ على حسب معلوماتي 5 دقايق بالظبط. هو كله على حسب معلوماتك ومش معلوماتك. امال فين معلومات اليوم السابع؟ فين معلومات كوريا؟ فين معلومات استراليا؟ فين معلومات اليابان؟ على حسب معلوماتي برضو. على حسب معلوماتك. طب انت بقى لو خبير وكده قول لي الفيديو ده هيجيب كام فيو. على حسب معلوماتي مش هيجيب حاجه. لا ده انت ابن كلب بقى على كده بقى. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 3 يا ماو. يعني الساعة 3 بقى لنا ساعة واقفين والواد عمال يقول لي على حسب خبراتي وعلى حسب معلوماتي. شو هما اللي هناك دول يا ماو؟ هما فين؟ انا مش شايف حاجة. اهم يا ماو وريني كده. تصدق هما؟ هي النضارة دي حبس نظر يا ماو. نظر وسايبنا البسها يا ابن الكلب وغور من وش. ايه يا ماو؟ السلام عليكم. لا مؤاخذة يا باشا انا شايفك جاي لوحدك كده. المفروض يبقى في اتنين معاك، واحد هنا وواحد هنا اللي هو يكونوا يرضوا عشان لو حد قابلك ولا ايه. ده شكل الكلام مش عاجبك. طب انا اسف، تعالى ورايا. زي ما انت شايف كده يا باشا قدامك المكان. هو راح فين؟ يا نهار اسود، هو لسه ما جاش. طب تعالى ورايا. هو انت ما جبتش ليه يا باشا؟ انا مش عارف هو بيبص لي كده ليه. انا حاسس ان انا تقيل على قلبه. بس انا هناخد على بعض. انا هروح، تيجي ورايا عشان مش هروح وارجع زي المره اللي فاتت. انا مش شغال عند اهلي اللي جايبينك. يلا. ايه رايك في المكان يا باشا؟ ايه رايك في المكان يا باشا؟ على فكره الترعه دي بتودع على سينا. زمايلي من هناك بيبعتوا لي ارسال مائي. وات از ذس؟ هو بيشتم صح؟ ده مستغرب من الريحة يا ماو. مستغرب من الريحة؟ انت ما تعرفش الريحة دي عملت ايه سنة 98 قبل الميلاد ايام سيد جد جد جدي. على فكرة كانوا بيقولها من بره مصر عشان يشموا الريحة دي على عطور. شوية وهتاخد على المكان. نو 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 نو. هو في ايه؟ ده مش عاجبه المكان يا ماو. مش عاجبه المكان؟ تعالى ورا. مش عاجبك المكان ولا يهمك؟ تاكس تاكس دونكي. دونكي دونكي ايه ده يا باشا؟ انت ما تعرفش الحمار ده عمل ايه سنه 98 قبل الميلاد. على فكره الحمار ده اسمه زبره مش دونكي. بس عشان بس هخليك ايه، انت بتغير المعلومات كلها كده. ده اسمه زبره. ده كان ليه عيد زي عيدنا عادي. مش هتركب؟ نو نو. معلش احنا بنتكلم. تعال تعال يا باشا. زي ما انت شايف دي كلها ارض زراعه. تمام. طب انا جايبك هنا ليه؟ قول لي بقى. انا جايبك هنا عشان لو رجعنا لسنه 98 قبل الميلاد هتلاقي جدي 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 جدنا كانوا بييجوا يقعدوا هنا بيشموا ريحه. رقم 98 ده مفكرك بيه؟ فاكر لما كنا واقفين على الترعه لما قلت لك رقم قبل ما يا حاج ارموتي؟ يا حاج ارموتي يا باشا. خير يا ابني؟ على حسب معلوماتي. انا على حسب معلوماتك. انت زهقت من معلوماتك دي والله. ما تخليني شايل لي بيك قدام الاجانب. لا مؤاخذه يا باشا. خير؟ البوليس هيطب عليك دلوقتي. البوليس؟ اه او وش امك. ده انت مش هتجيب خبر عدل. يلا اصحى يا ارمر. يا ارمر. خير يا باشا؟ مين انت واقف معاهم دول؟ اللي انا واقف معاهم دول واحد صاحبه وزمايله. في حاجه؟ انت مطلوب القبض عليك. انا مطلوب القبض عليا؟ انت ما تعرفش الارمط بيعمل ايه في رمضان وبعد كده العيد والعيال عاوزه عيديه. وانا مالي؟ طب اعرف سبب التهمه. طيب في حته اثار. طب شوف الكلام ده. طب شوف ان مفيش حد
يعني دلوقتي انا لو متهم في حته اثار ايه اللي هيوقفني وسط الزرع؟ يعني انت شايف ان انا قدام واحد مع حته اثار، لو مع حته اثار كلها طلعت على تاريخهم، لو طلعت 13 روم الصبح طلعت على اليمن شفت اثار في كويتي على كوكب تاني اصلا وما شفتش جماعه. السايح عايز يمشي يا مان. ايه ده؟ هو ده السايح لازم يمشي النهارده؟ فين ده يا مان؟ انت شايف ان ده سايح؟ طب ده شكلي واحد سايح والنبي. طب ده لو سايح انا هبقى مين؟ تعالوا وريني بطاقته. لا يا باشا ما ينفعش، ما بتكشفش على حريم ده. حريم ده انت نفسك صوره. تعالى نكمل الكلام ده في الاس. طب ثواني بقى وروح فكره برقم 98 وقول له الارمط سنه وراه. حاضر يا ماو، روح وترجع بالسلامه يا ماو.